السلام عليكم ورحمة الله. كان الأنصار قبل الإسلام يرون أن اليهود أهل كتاب، فكانوا يقتدون بكثير من أفعالهم، فأخذوا من اليهود أن جماع المرأة لا يكون إلا على حرف، أي على جنب، لأن ذلك أستر ما تكون المرأة. وعلى النقيض، كان المهاجرون في مكة يأتون نساءهم بأي وضع، على حرف أو من الأمام أو من الخلف. وأشاع اليهود أن من أتى امرأته من الخلف ثم حملت جاء الولد أحول. فلما قدم المهاجرون إلى المدينة المنورة، تزوج رجل منهم من امرأة من الأنصار، وأراد أن يفعل كما كان يفعل في مكة، فأبت المرأة وقالت: لا أفعل حتى أذهب وأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. جاء الإسلام بشريعة كاملة تبين للناس كل الأحكام التي يحتاجون إليها، ومن ذلك الطريقة الصحيحة للعلاقة الزوجية والموافقة للفطرة الإنسانية السليمة. فشبه الزوجة بالبستان المثمر والأرض الخصبة القابلة للزراعة، وشبه الزوج بالفلاح النشط الذي يحرث الأرض ويرويها ويهتم بها، ثم شبه النطفة في رحم الأم بالبذرة في باطن الأرض. وتأمل معي جيدا، كما ينمو الجنين في بطن الأم تنمو البذرة في باطن الأرض. وسبحان الخالق المبدع، كما يخرج الطفل من بطن أمه يخرج النبات والزرع من باطن الأرض. نساؤكم موضع زرع لكم، تضعون النطفة في أرحامهن فيخرج الولد بمشيئة الله. وهذا هو المقصد الأول للزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وهل يكون محل الحرث والولد سوى الفرج؟ فجامعوهن في محل الجماع فقط، وهو القبل، بأي كيفية شئتم. وفي هذا دليل واضح على تحريم الجماع في الدبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن إتيان النساء من أدبارهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء من أدبارهن. والحكمة من ذلك أنه يسلب حق المرأة، وأنه مضر بالزوجين صحيا ونفسيا، وهو أيضا سبب للهم والغم والنفور بين الزوجين، ولأنه يذهب الحياء، والحياء هو حياة القلوب. ولماذا نتعرض لمثل هذا؟ وهل هذا من الدين؟ نعم، هو من الدين، وإلا لما أنزله الله تعالى في القرآن الكريم. فنحن في حرب شرسة مع الإعلام الغربي الذي يروج لحقوق الشواذ، فإما أن نتعلم الحلال ونتمسك به، وإما أن نرفض الحلال ونغرق في الحرام. فالحاكم في العلاقات الزوجية وفي كل علاقة هو شرع الله ودين الله. وقدموا لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم من الأعمال الصالحة ما ينفعكم في دينكم ودنياكم. وقدموا لأنفسكم بحسن اختيار الزوجة ذات الدين. وقدموا لأنفسكم بذكر الله قبل الجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. وقدموا لأنفسكم بالنية الصالحة، أن يرزقكم الله الولد الصالح، فهو خير وبركة في الدنيا والآخرة. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وخافوا الله، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة للحساب والجزاء. واعلموا علم اليقين الذي لا شك فيه، فاعملوا واستعدوا لهذا اللقاء.
وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين أيها النبي بما يفرحهم ويسرهم من حسن الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة. ولماذا سميت البشارة بهذا الاسم؟ لأن أثرها يظهر على البشرة. نسأل الله العظيم لنا ولكم البشرى في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خيرا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.